بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الدرس الخامس من الوحدة الثانية، وهو بعنوان الولايات المتحدة الأمريكية، ودي نموذج عندي من نماذج الدول المتقدمة. الولايات المتحدة سنة ثالثة بتتكون من 50 ولاية، منها ولايتين بيقعوا خارج الموقع الفلكي والجغرافي للدولة، اللي هما ولاية هاواي وولاية ألاسكا، زي ما احنا شايفينهم كده قدامنا على الخريطة بتاعتنا. ادي ولاية ألاسكا، شايفينها موجودة بعيد جدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. وعندنا كمان ولاية هاواي، ودي برضو جزر هاواي زي ما احنا شايفين كده، بعيدة خالص عن الجمهورية بتاعت الولايات المتحدة. طيب، الموقع الفلكي بتمتد الولايات المتحدة ما بين دائرتي عرض 25 درجة و49 درجة شمالا. بتمتد الولايات المتحدة ما بين 25 درجة زي ما احنا شايفين كده على الخريطة، و49 درجة شمالا، وخطي طول 67 درجة و125 درجة غربا زي ما احنا شايفين قدامنا كده على الخريطة بتاعتنا. طيب، الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي تقع الولايات المتحدة في قارة أمريكا الشمالية زي ما احنا شايفين الموقع بتاعها كده اهو. ثانيا، شمالا بيحدها دولة كندا زي ما احنا شايفين كده اهو قدامنا. في الشرق زي ما احنا شايفين موجود عندنا المحيط الأطلنطي، وفي الجنوب دولة المكسيك وخليج المكسيك، وأخيرا بيحدها من جهة الغرب المحيط الهادي. مساحة الولايات المتحدة حوالي 9.4 مليون كيلومتر مربع. التضاريس في الولايات المتحدة عبارة عن تضاريس متنوعة، فمن الشرق للغرب بنلاقي عندنا التضاريس بتختلف في أشكالها. أول حاجة عندي السهل الساحلي الشرقي، وساحل خليج المكسيك. تاني حاجة المرتفعات الشرقية وبيطلق عليها جبال الأبلاش. تالت حاجة السهول الوسطى. رابع حاجة نطاق المرتفعات والأحواض الجبلية الغربية. خامس حاجة وهي السلاسل الجبلية الغربية. السكان في الولايات المتحدة بتبلغ النسبة بتاعتهم حوالي 318 مليون نسمة، والتعداد ده كان في عام 2014 ميلادية. وعندي النقطة اللي بعد كده بنتكلم عن الموارد والأنشطة الاقتصادية. بتتنوع عندي الأنشطة الاقتصادية ما بين واحد الزراعة، ثانيا الإنتاج الحيواني وده بيشمل الثروة الحيوانية والثروة السمكية، ثالثا التعدين، وأخيرا الصناعة. أهم المدن اللي موجود عندي في الولايات المتحدة، أول حاجة ولاية شيكاغو، تاني حاجة مدينة نيويورك، ثالثا مدينة واشنطن وهي العاصمة بتاعت الولايات المتحدة، أخيرا عندي مدينة سان فرانسيسكو. آخر نقطة عندنا واللي هنختم بيها موضوع درسنا النهاردة، اللي هي بتتكلم عن العلاقات المصرية الأمريكية. وهنا بيقول لي بترتبط الدولتين بعلاقات قوية في مختلف المجالات، وتوجد اتفاقيات تجارية بين البلدين. على سبيل المثال اتفاقية منطقة التجارة الحرة واتفاقية الكويس. وبكده ينتهي موضوع درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.